مشاهدينا برحب بيكم مرة تانية بعد الفاصل. هتكلم عن رعاية الأسر الفقيرة في كل محافظات الجمهورية، خاصة في كرة الوجه البحري والصعيد. الحقيقة ده هدف أساسي بتسعى له الحكومة دلوقتي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتشهدها مصر بسبب الإصلاح الاقتصادي وغيره. وبالإضافة طبعا لرعاية الأسر الفقيرة، في إجراءات أخرى موازية بتتم لتحقيق التنمية، زي تطوير الكرة الأكثر احتياجا وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديا وتوفير فرص عمل لهم، وكمان معاشات تبقى ثابتة لهم علشان يضمنوا حياتهم. وده بيكون للأسر اللي تحت خط الفقر. مواضيع كتيرة جدا هتكلم فيها وملفات هفتحها مع ضيفتي الأستاذة نيفين القباج، مساعد أول نظام اجتماعي للحل. برحب بحضرتك. شكرا جزيلا وأنا مع حضراتكم النهارده. يا رب يخليكي. ويعني طبعا الوزاره بتحاول بكل طريقه للاسر رعايه، وفعلا تم حل مشكلات كثيره، لكن ما زال هناك الباقي. حواري مع حضرتك بالمشروعات اللي بتقوم بيها او مشروعات الحمايه الاجتماعيه الاولى بالرعايه. الاول يمكن حضرتك ذكرت المرحله الاقتصادي، ويمكن بالتوازي مع برامج الاصلاح الاقتصادي لا يقل اهميه برامج الحمايه الاجتماعيه. أيوة. اللي هي بتمثل شكل من اشكال الحمايه، تدابير زائد برامج زائد عشان ما تتاثرش سن باجراءات الاصلاح، وعشان في ذات الوقت ان الدعم اللي بيقل عن طبقات متمكنه ومتيسره جدا تستحق الدعم يعاد توزيع منظومه الدعم. منها دعم بتجوز كبير منها في بيع وفي اصلاح البنيه التحتيه والخدمات والى اخره. يمكن وزاره التضامن كان ليها النصيب الاكبر من البرامج في بعضها يعني بتحمل لوحدها، وفي كثير من برامج الحمايه الاجتماعيه بتعملها مع بتنفذها مع وزارات زي التغذيه المدرسيه. ايوه. جزء من برامج الحمايه الاجتماعيه مع وزاره التربيه والتعليم طبعا الاول، المعهد القومي للتغذيه، زي برامج اللي هو صحه الغير القادرين اللي هو برضو بينفذ بالشراكه مع وزاره الصحه. احنا بنديهم كل بيانات الاسر الفقيره تحت خط الفقر، زي بطاقات التموين او اللي الاسر اللي احنا بنرسل الاسر تحت الفقر، ونتبادل هذه البيانات عشان نستنى الاسر بتاخد حزمه خدمات متكامله ليس فقط دعم نقدي. تمام. اما البرامج اللي بتنفذها وزاره التضامن فهي اساسا يمكن من اكبرها كان برنامج تكافل وكرامه، في برنامج سكن كريم اللي هو تكافل وكرامه بيقوم نقد مشروط بالصحه والتعليم زي ما نوضح لاحقا ان شاء الله. لكن في اللي بيرفع كفاءه منازل وبيوصل صف او وصلات ميه، كان في ثلاثة القرى اللي بتقع فيها كفاءة يعني حيث ان الاسره تقيم في سكن يعني الى حد السكن خاصه بيبقى ثمانية. ودلوقتي بالشراكه يعني كان في المؤتمر الاخير يعني الشباب اخذنا تعليمات من فخامه الرئيس ان احنا نتوسع في جميع محافظات الجمهوريه، والحقيقه وزاره الاسكان ووزاره التخطيط يعني بتتشارك معانا وبتوفر لنا بعض التمويل، بالاضافه الشريك الاساسي معانا في المجتمع المدني. فده اللي بنتوسع فيه اكتر في سكن كريم. في برضو انا بسمي البرامج فقط وبعد. أيوة. كده يمكن زي ما حضرتك ذكرتي برضو كان حمايه وتاهيل وتشغيل او وتمكين ذوي الاعاقه. أي. اذا كان يعني في ملف ذوي الاعاقه يعني بنركز عليه هذا العام وان شاء الله في الاعوام القادمه بعد صدور القانون الاول لحمايه حقوق ذوي الاعاقه، اللي هو لو ذوي الاعاقه قادرين على غير قادرين على العمل من حقهم ان هم يحصلوا على دعم وعلى رعايه صحيه وخدمات. لو هم غير قادرين على العمل يبقى بنتجه ان احنا بنوفر لهم فرص عمل، وبنبتدي نغير من ثقافه القطاع بشكل عام ان ذوي الاعاقه هم فئات قادره باختلاف. في كمان برامج زي اتنين كفايه اللي بنعمله بشراكه المشاركه في زيم الاسره والتنميه، في برنامج الالف يوم الاولى في حفل اللي بنعمله لسه في ثلاث محافظات بس امتدت لاتنين كمان، ودي فقط مبادره مش بقانون علشان بنشوف يعني يخضع للدراسة والتنفيذ ونشوف نتائجه ايه علشان نحسن من مؤشرات التغذية والمؤشرات الصحية للحوامل او اطفالهم اللي اقل من سنتين من اول تبقى حامل لغاية ما ست تولد الطفل لغاية عمر الطفل عامين. وده بالتحديد
لتحسين زي ما قلنا المؤشرات الصحية، خاصة ان الاطفال ارتفعت فيها نسبة الانيميا ونسبة والامهات الحوامل دايما بنقول اذا كانت الام يعني عندها صحة وعافية غالبا ما يكون الاطفال اطفال اصحاء. واخر حاجة واللي احنا برضو بنركز عليه هذا العام اللي هو التنمية الاقتصادية، او ننتقل من الحماية الى التمكين الاقتصادي والانتاج، لان الحماية الاجتماعية طبعا جزء مهم فيها، مش فقط الدعم مش فقط الخدمات لكن كمان التشغيل للفئات القادرة على العمل حتى وعسيرة حاليا، فتستحق دعم، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون مؤقت، يستمر فقط للفئات غير القادرة على العمل أو ما عندهاش دخل أو ما عندهاش أو عندها إعاقة تمنعنا العمل أو مسنين أو سيدات وأرامل يقمن على أطفالهن. لكن بالنسبة للفئات قادرة على العمل شابة فهي بتدعم في الوقت الحالي، كمان بنحاول نوفر فرص عمل عشان من الحماية للإنتاج. طيب أول حاجة هو التكافل والكرامة، يمكن ده بيشغل ناس كتير قوي. استاذه نيفين، كم واحد مستفيد من هذا المشروع حتى تاريخه؟ احنا بنزيد كل شهر طبعا، بنعدل البيانات. ايوه. نتيجه تسجيل بعض الناس وخروج بعضهم، وصلنا حال المستفيدين 2.3 مليون اسره بما يعادل 10 مليون فرد. لكن المسجلين على المنظومه ومن تقدموا للحصول عليها و3 مليون اسره بموازي 20 مليون فرد. معنى كده احنا يعني وفرنا الدعم ل 46% من المتقدمين، والباقي استاذه نيفين لانه طبعا انا مش يعني جالات كتيره من خلال البرنامج انه في فعلا ناس بيقول لك انا بستحق هذا الدعم واني احصل على معاش التكافل والكرامه ومع ذلك ما بحصلش عليه. بيبقى في الاجراءات او كده، المشكلات دي تتحل ازاي؟ لان هم فعلا هم اولى بالرعايه وهم في احتياج كبير قوي لهذا المعاش، ما عندهمش دخل خالص. لا بصي هقول لحضرتك، هو احنا يعني عايزه برضو اوسع المنظومه بتاعه الحمايه الاجتماعيه شويه. احنا بالاضافه لل 2.3 مليون اسره اللي بيدعموا، في 1.6 مليون اسره تانيين في الضمان. يعني احنا بيتقرب من 4 مليون اسره. ال 4 مليون اسره في حوالي 4.5 فرد، يعني احنا بندعم ما يقرب من 17 تقريبا مليون مواطن، بالاضافه الى من يتقدموا للجمعيات الاهليه للحصول عليها. ايوه. من هم تحت خط الفقر هم 27 مليون مواطن، يتم دعم منهم احنا والجمعيات الاهليه ما يقرب من حوالي 1. فال 13 مليون فرد الذين تم رفضهم او 3 مليون اسره، لما بيبقى في دعم نقدي بيعلن عنه. أيوة. بيتقدم الفقير وغير الفقير. ولو انا ممكن، الفقر هو مفهوم نسبي، يعني ما انا ممكن انا اكون ما عنديش مثلا حيازه زراعيه صغيره. أيوة. او ما عنديش ملكيه ثابته اتكسب منها بشكل مستمر، او اقول لا انا مش موظف حكومه فاذا انا استحق الدعم. يعني جزء كبير من اللي موجودين يقول لك اصل احنا يعني بشغالين باليوميه. شغالين باليوميه يعني اعماله مش لا يخضع تحت تعيين حكومي. ايوه. فكثير من هؤلاء اللي تم رفضهم وبالتحاور معاهم هم شايفين لو هو مش موظف حكومه اذا هو يستحق الدعم. لان هو عايز معاش او مرتب مستقر يحصل عليه بشكل مستمر ومضمون. ايوه. وهذا ليس المقصود بالدعم النقدي المشروط. لان اضحك امثله لاسر تم رفضها. اسر مثلا لديها حيازه زراعيه يعني اكتر من فدان. ايوه. اسر اولادها في مدارس خاصه المصاريف الطفل الواحد اكثر من 5000 جنيه او 7000 جنيه الطفل الواحد. اسر عندها عربيه احدث من موديل سنه 2000. يعني فعلا هو موضوع العربيه ده بيجي لنا كتير قوي. جالنا مشكلات انه في ناس بتمتلك عربيه قديمه، يعني حتى يمكن مش قادره تمشي، وبيرفضوا ان هم يدوهم وافقه التكافل والكرامه بسبب هذه السياره. فهل يعني بيقولوا هل احنا نتخلص من هذه السياره عشان نحصل على المعاش؟ هو بالرغم انها سياره قديمه جدا. بصي هيك قواعد البيانات بتبقى موجوده، احنا سمحنا بالسيارات حتى سنه 2000. فاعتقد بعد سنه 2000 اللي قدر يجيب عربيه بعد سنه 2000 واللي بيقدر يدفع بنزينها دلوقتي الحالي طب ما يشتغل بيها. يعني اقصد لو العربيه متهالكه احنا
تأكدي تماما انه بيقبل في البرنامج. يعني بيكون في كشف على العربيه فعلا وبتتاكدوا انها متهالكه فبتوافقوا ان انتوا تدوا له التكافؤ والكرامه. احنا بنبعت بياناتنا، يعني بنبعت التحقق من البيانات لوزاره الداخليه، بناخد موديل العربيه يعني هي سنه كام، وبناخد احيانا كمان السي سي بتاع العربيه. ايوه بالمواطن، يعني الرقم القومي يعني اهم ما يميز هذا البرنامج. يمكن مش بس الدعم النقدي اللي بيروح للمواطن، قاعده البيانات اللي تم تطويرها ما يقرب من 22 مليون مواطن. أيوة. مسجله كلها باوراق رسميه وبالرقم القومي. هذا الرقم القومي بيتم ارساله بالتعاون مع هيئه الرقابه الاداريه لحوالي 12 جهه. ايوه عشان نتحقق المواطن ده عنده يعني ايه. يعني ما فيش تلاعب في البيانات، ما حدش عنده امكانيه التلاعب في البيانات. لا ما زال في جزء ممكن يتم التلاعب فيه، وانا بقولها بمنتهى الشفافيه. ان هو مثلا يدلس في بعض بيانات، يعني اكيد في نسبه يعني تتأكدوا ازاي استاذه نيفين؟ هقول لحضرتك، اولا طبعا البرنامج هو عمره تقريبا سنتين ونص، وبدا من ثلاثه لكن بدا بالفعل من سنتين ونص. تم تسجيل فيه زي ما قلت لحضرتك حوالي 23 مليون مواطن على قاعده البيانات. تم استخراج اوراق رسميه ليهم كلهم. المساله مساله التوسع المكثف في جميع محافظات الجمهوريه وفي حوالي 5630 قريه ونجع كان عمل شاق جدا. هل تم يعني احكام المنظومه بشكل يعني عايزه اقول كامل مكمل؟ لا طبعا اكيد في لسه شويه ثغرات، عاملين نطور الميكنه هنا، نستكمل بيانات هنا، نتحقق من اسر هنا، فلسه المنظومه في عداد الاستكمال والتطوير اللي يسمح ان احنا نقول خلاص احنا ضامنين البيانات دي 100%. أيوة. لكن انا دلوقتي لا ضمنها هقول بنسبه 98%. عشان كده فتحنا باب التظلم لمن يرى في نفسه مظلمه او ان انا اتظلمت من حاجه فعايز اقول لا انا مستحق. يتعاون معانا فيها مجلس النواب، يتعاون معانا فيها اعلام محلي، يتعاون معانا فيها هيئه الرقابه الاداريه. الحقيقه سالتيني دي بتتحققوا ازاي؟ الاستماره اللي بتملاها الاسره لو هو قال لي انا مثلا لا انا ما بشتغلش وبعدين انا اتحقق من بيانات مع التامينات الاقي عنده ملف تاميني او الاقي عنده بياخد معاش مستحق عن والده. تمام. المواطن مش متعود ان في تحقق عن بيانات وان هو يعني كتير منهم يقولوا له احنا انتوا عرفتوا ازاي؟ فالمساله بتاعه المكاشفه عن طريق الميكنه دي مهمه جدا جدا جدا. احنا بندي بياناتنا بالتنسيق مع هيئه الرقابه الاداريه، الحقيقه يعني كل الشكر والتقدير ليهم، عاملين جهد جبار معانا. بنتحقق منها من التأمينات ومن وزارة الداخلية. طب عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني بتقولي إن هو بيكون مثلا بيحصل على معاش والده أو كده، هل زوجته ملهاش حق؟ لو الزوجة، لو حد من الأسرة عنده إعاقة حتى لو بياخد معاش والده بياخده. أوكي، لكن يعني غير كده لا. عايز أقول لك يا أستاذ جيان إن الأسرة ممكن تاخد تكافل، إن تكافل استحقاق اسري فبتاخد يعني معاش واحد. الاسره ممكن تاخد حتى ثلاثه كرامه. وليه قلنا ثلاثه كرامه؟ وليه قلنا كرامه يخرج بره حيز ان لو الاسره عندها تامينات؟ لو في شخص كرامه بيستهدف الفئات المسنين 65 سنه فاكثر. أيوة. او ذوي الاعاقه اللي الاعاقه بتاعتهم تمنعهم عن العمل. اذا حتى لو الاب او الام لديهم معاش او تامينات، ايوه من حق افراد الاسره اللي يستحقوا كرامه بياخدوها. لان دي فئات ضعيفه وفئات هشه ما نقدرش نقول يعني، وهو اسمه حتى كرامه. لكن بالنسبه لفئات شابه قادره على العمل فهنقول لا احنا هندعم الضعيف او غير قادر على العمل. صحيح. لكن لو الاسره فوق خط الفقر او عندها معاشات تامينيه، لان المعاشات التامينيه مدعومه من الدوله. أيوة. فكده هو بياخد نوعين من الدعم، زائد تموين زائد خدمات اخرى. فاحنا مش عايزين نشجع المواطن يعتمد تماما على الدعم من جهات عده. لان مصر محتاجه اللي يشتغلوا اكتر وينتجوا اكتر، والتمكين الاقتصادي لا يخص الاسره او المجتمع المحلي فقط، ولكن لو الاقتصاد الجزئي او المحلي كلما قوى، يعني كلما قوي الاقتصاد المحلي. أيوة. الاقتصاد الماكرو او الاقتصاد الكلي هيقوى تباعا. لكن اللي حضرتك بتقوليه بخصوص بعض الاسر اللي ممكن تكون مش مستحقه وما خدتش حوازيه بقى باسر تانية ممكن تكون
مش ممكن، هي بتبقى مع التحقق اسر غير مستحقة وتاخد. فاللي احنا بنعمله دلوقتي عمالين يعني نحكم يعني حوالين الاسر اللي ممكن تكون غير مستحقة وحصلت عليه عن طريق تدليس بيانات، أيوة، أو عن طريق التعاون مع بعض الموظفين اللي ممكن يكونوا ساعدوهم في تدليس هذه البيانات. ودول بيحولوا، احنا دلوقتي الأول كنا بنحول نيابة إدارية، بقينا نحول نيابة عامة على طول على طول. والحقيقة إن ده برضو بيساعد الدولة إن هي تنقي الجهاز الإداري والوظيفي من ممارسات فساد او من مخالفات. طبعا في خطه كبيره للقضاء على الفساد بالظبط. فهي الحقيقه منظومه اصلاح، مش اصلاح اجتماعي بس، اصلاح اجتماعي واقتصادي وتكنولوجي وبيانات وجهاز اداري. ايوه. فيعني وبعدين احنا اللي بياخد دعم بياخد تباعا خدمات اخرى. فبناخد البيانات دي، يعني لو في واحد خد وهو مش مستحق فبالتالي بياخد دعم نقدي وتموين ورعايه صحيه وهو إلى آخره، بما يكلف الدولة لا يقل عن 800 أو 900 جنيه شهريا. فعشان كده إحنا بنتحقق تماما، لكن اللي صدقيني بيثبت من تظلمه أنه يستحق مظلوم بياخد، وأحيانا بياخد بأثر رجعي. لو هو كان بياخد ووقفناه وجاء تظلم بياخد بأثر رجعي، زي ما حصل في سيارات ذوي الإعاقة السنة اللي فاتت. وحوالي 38 فقط هم اللي كانوا مستحقين، والباقيين بياخدوا العربيات بيتاجروا بيها او بيبيعوها او الى اخره. بياخدوها من غير جمارك ويبيعوها ويتكسبوا منها. واحنا مش عايزين نوقف المتاجره بقضايا ذوي الاعاقه. اكيد طبعا. فيعني المساله مركبه جدا وزحمه جدا وبتاخد وقت، يعني اعداد كبيره كل كمان. يعني عايز اقول لحضرتك برضو بمنتهى الشفافيه والصراحه، قلت لحضرتك اكيد في شويه ثغرات، الثغرات بتاعت السنه دي اقل من بتاعت السنه اللي فاتت، وبتاعت السنه اللي فاتت اقل، لان دي منظومه مستحدثه لمصر. وبرضو احنا عملنا يعني يمكن من ضمن اليات التحقق اللي حضرتك كنت تسالي عليها، ان احنا في بعض البيانات مش مميكنه. فبدانا نقول احنا عايزين نقوي جانب او منظور المشاركه المجتمعيه، فعملنا في القرى لجان مساءله مجتمعيه. لجان المساءله دي مكونه من قيادات شعبيه وقيادات حكوميه. المجتمع الريفي عارف بعضه، فهو ممكن يكون عارف ان هذا الشخص ليس لديه حيازه مسجله باسمه، لكن هو بيستفيد من حيازه مسجله باسم الجد او باسم العم. ايوه. ومتيسر جدا. بس هو احيانا الناس هقول لحضرتك بتاخدنا يعني في البحث الميداني اللي بيوت قديمه عندها ويكون عندها بيوت تانية جديده. هي فعشان كده يمكن في حرص شديد قدر الامكان ان احنا ما نخليش المنظومه تخرج من ايدنا ونجود فيها. لكن يعني بنعتذر لأي حد ممكن يكون ليه حق وما خدهوش. أيوة. ونعد إن إحنا كل يوم عن اللي قبله نحسن المنظومة أكثر فأكثر إن شاء الله. أستاذة نيفين، هل يعني الموظفين اللي موجودين في المكان مدربين على إن هم يتعاملوا مع الناس البسطاء اللي بيروحوا؟ دي يعني بقى قضية، يمكن حضرتك كنت قبل ملف التضامن كنت بتكلمي على ملف الإصلاح الإداري. يعني يمكن ملف الإصلاح الإداري ملف هيكلي بالنسبة لكل من يقدم خدمات في الدولة، وبالتحديد من وزارتنا. والحقيقة وزارة الصحة كمان ووزارة التربية والتعليم، لأنها وزارات خدمية الموظفين فيها قائمين على مصالح أسر تحتاج فعلا إلى الحماية. بادئ ذي بدء، أول ما بدأنا البرنامج سنة 2015 كان في تدريب بسيط للموظفين، ولقينا أن هم ممكن يكون في شوية تعثر من بعض الوحدات غير قادر على استخدام التابلت او على التقصي او على يعني يقول لك انا اللي اقول ان هو يستحق او ما يستحق او ما يستحقش، مش المعادله ومش التحقق، وانا اللي عارف. ايوه. فالمساله عشان يبقى فيها شكل من اشكال العداله والموضوعيه وليس الشخصانيه، كان ده في مقاومه من الاول من الموظف. لما الموظف شاف ان الحقيقه البرنامج بيتوسع، واستعنا فيه بباحثين خارجيين واستعنا فيه ببعض الجمعيات الأهلية اللي بتتعاون معانا، كانوا بيشيلوا الحمل شوية عن الموظف. وبدأت عملية توأمة ما بين الباحث الخارجي أو الاستشاريين الخارجيين والموظفين. أيوه. في العام الثاني بدأنا تدريب، السنة دي بقى نازلين تدريب مكثف لأكثر من 10,000 موظف قائمين على المنظومة، يعني التظلمات هيديرها إزاي. لأن بدأ يدير التظلمات من عنده بشكل لا مركزي، كنا الأول بنديرها مركزيا من الوزاره.
بدأ يلف يدير ملف التحقق، بدأ يعرف أنه هو نفسه مراقب ومساءل. فالحقيقة يمكن السنة دي احنا عندنا سلسلة تدريبات مكثفة جدا، وبنعمل من قلب الوزارة تدريب مدربين وتدريب كوادر، وبنحاول نطلع يعني نستقطب بعض الرؤوس اللي احنا شايفينها واعدة، مش القيادات اللي موجودة فقط، لكن بنحاول ندور على اللي موجودين. عملنا مكافئات بالتميز وعملنا مكافئات بالإنتاج. الحقيقة بيطلع يعني أحيانا في وسط حالات من أقول لا احنا محتاجين أكثر فأكثر، تطلع بعض الكوادر اللي نحس لا هي ممكن تقود دوت. فلا هي الموظفين في قدامهم طريق تدريب يعني لا بأس بيه، لأن من أول خدمة المواطن كأنه عميل. المواطن مش جاي لا يستلف ولا ياخد منا من الموظف، احنا بنتعامل مع منهج حقوقي. جاي يحصل على حقه في النهايه. بالظبط. فهو يعني حتى موظف بيقول لي هي ليه هتاخد 3 كرام؟ ما هي خدت تكافل واحد كرامه، ما كفايه. فعشان نوسع هذه المدارك واخده شويه وقت، لكن طبعا هم ليهم كل الشكر والاحترام، وانا اتشرف اشتغل مع يعني اصغر الموظفين في اصغر الوحدات، وعارفه ان ظروف عملهم يمكن قاسيه. عشان كده بنقول التدريب تدريب الموارد البشريه يصحبه تطوير مؤسسي. هو كمان عايز مكان لائق يشتغل فيه، لازم طبعا، وعايز ميكنه. احنا السنه اللي فاتت ميكنا المديريات والادارات، السنه دي بنميكن الوحدات الاجتماعيه، جبنا لهم كمبيوترز وجبنا لهم تابلت وجبنا لهم طباعات، فبدانا نيسر ظروف العمل، بدانا نطلع لهم مكافئات عشان ما يعني في كتير منهم بيقول لك طب ليه هو بياخد وانا لا. ايوه فعلا ده بيجي لنا مشكلات كتيره قوي، يقول لك هو بياخد بالرغم ان هو ظروفه احسن مني. الموظف كمان هو بيقول انا كمان عنده، فبدانا نطلع مزايا. فيعني طبعا لا لسه قدامنا طريق طويل في الاصلاح الاداري والتطوير بشكل عام. لان التطوير هي عمليه يعني مش هقول طويله، يعني هي في الاخر عمليه ممكنه زي ما بقول مش امبوسيبل، لكن هي هتاخد شويه وقت. أيوة. لغايه ما نغير ثقافه العمل الحكومي. تمام. انا يعني الحقيقه مستمتعه بالحوار مع حضرتك استاذه نيفين، وكويس ان احنا بنوضح المجهود اللي بتقوم به الوزاره، ويمكن في ناس زي ما قلتي حضرتك بيختلط عليهم الامر وبيفهموا الموضوع في بعض الغلط. بس احنا محتاجين نطلع فاصل ونرجع تاني نواصل حوار مع حضرتك. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا وبعد الفاصل بواصل كلامي مع ضيفتي العزيزة الأستاذة نيفين القباك، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية. وحضرتك كنا بنتكلم عن التكافل والكرامة قبل الفاصل. أنتقل في الحوار مع حضرتك إلى سكن كريم، قولي لي مواصفات اللي هيحصل على هذا الدعم. طيب احنا في استمارة تكافل وكرامة بنحلل بيانات، لان هي استمارة فيها حوالي اكثر من حوالي 80 سؤال. فمن ضمن الاسئلة بناخد مواصفات المنزل، وبناخد الاسرة عندها صرف صحي ولا لا، عندها وصلة كهرباء ولا لا، وصلة غاز ولا لا، عندها وصلة مية ولا لا. دي اعداد كبيرة قوي يا استاذة نيفين، هتقدروا عليها؟ يعني ما الطريق طويل يا يعني رب، يعني لانه لو اتكلمنا على سكن كريم لا في ناس كتيره محتاجه للدعم والتطوير سكنها. صح. بس لو ما ابتديناش، حتى لو ابتدينا وغطينا جزء اكيد يعني افضل الى حد ما. وبين هو مش احنا مش وزاره التضامن بس، احنا وزاره التضامن وبتتعاون معانا وزاره الاسكان ووزاره التخطيط، ويعني حجم كبير جدا من الجمعيات الاهليه والقطاع الخاص. فهي الحقيقه قوة الاطراف المعنيه كلها بتتضافر عشان تقدر تغطي نسبه من تلك المنازل. يعني انا عايزه اقول حضرتك بتقولي مين اللي يستحق سكن كريم. احنا من تحليلنا للبيانات لقينا ان في بعض الاسر مثلا ما عندهاش اسقف منازل. فاحنا هندخل مش نخلي المنزل منزل 5 نجوم او 4 نجوم. انت بتسدي، عشان كده بقول كريم الاساسيات، مش سكن ولا هو متكامل. أيوة. ولا هو شيك ولا هو ده، يعني حاجه يا دوبك سكن كريم، حياه كريمه. يعني توفري له حياه كريمه، يعني اسره ما عندهاش سقف، اسره عرضه للامطار لسيول طبعا، لاسره ما عندهاش شباك او عندها يا دوبك تعريشه صغيره،
عرضة بالذات في الصعيد لعقارب، يمكن مشهورة قوي في مناطق معينة في الجبل ووالى آخره في القرى، ان يدخل عقرب، ان يدخل تعبان، ان فدي يعني احنا عايزين الاول نؤمن الأسرة في سكن كريم. يمكن سكن كريم احنا كانت الهدف الاولاني بتاعنا ان احنا بنبتدي في افقر المحافظات من قاعدة البيانات، بنشوف مين الأسر مثلا التي ليس لديها سقف، التي ليست لديها مية شرب، بنختارها في الأماكن الأكثر فقرا، وده اللي بنسميه الاستهداف. الاستهداف يعني أنا بعمل زوم على الفقير وبعدين على الأفقر وبعدين الأفقر والضعيف لغاية ما أوصل للأكثر احتياجا. أيوه. فحددنا حوالي ما يقرب من 67 ألف أسرة مبدئيا، وبعدين بدأنا يعني ندرس مع بعض ازاي هنعمله. الحقيقه احنا ماضيين اتفاقيات مع اكثر من 10 جمعيات، كنا لسه ماضيين مع قطاع خاص، مع بنوك، ممكن يعني كل اللي عنده مسؤوليه مجتمعيه. ممكن القطاع الخاص الحقيقه بقى اكثر نشاطا واكثر احساسا بالمسؤوليه تجاه في بنوك بتدعمكم في بنوك بتدعمنا وفي قطاع خاص بيدعم، ويعني والطريق مفتوح اكتر واكتر. يعني احنا واحنا بنعرض ساكن كريم، يعني يمكن بعض الافراد، مش هقول حتى الشركات، قال انا عايز اعمل وصله ميه، لا طب انا عايز اشارك في بيت، طب لو انا يعني لو انا عايز اطلع حاجه بدل ما يعني ابدد شكل من اشكال الزكاة او الصدقه، او الصدقه صحيح، في حاجات تانية، طب ممكن اعمل، طب بيت بيتكلف كام؟ في ناس بتقول لا انا عايزه اخصص لبيوت ذوي الاعاقه. فالحقيقه لو الخير اتفتح مش هنقول احنا هنغطي كله، هنغطي امتى، بس على الاقل بنقول طب نخلينا نبتدي بال 67 الف اسره دول ونقدر نشوف هنتعاون فيها ازاي. احنا يعني اوريدي وفرنا حوالي ما يقرب من 60%. 67 الف استاذه نيفين ده رقم كويس جدا، يعني لو فعلا قدرنا ان احنا نبتدي بيهم ومش سهل كبدايه كويس قوي، لان كمان في اسر منهم يعني احنا بنقسم المنطقه على الجمعيات، عاملين خريطه فبنشوف فين الاماكن اللي فاضيه، بحيث لو جمعيه جديده هتدخل الجمعيات بتتعاون ب 20%، احنا بنغطي 80%. يمكن سكن كريم كان المقصود بيه بادئ ذي بدء الصرف الصحي او وصله صرف صحي ووصله ميه شرب من الشبكات العموميه، لكن في بعض كثير من القرى ما فيهاش مثلا صرف صحي. ففي يعني يمكن وكان مستشفى 57 دلوقتي هي مركزه اكتر على الشبكات العموميه. ايوه. واحنا وطبعا وزاره الاسكان والشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي هي القريه اللي بتخلصها صرف صحي، احنا بنبتدي فيها وبنشتغل فيها الوصله الى المنزل. تمام. ولكن استاذه نيفين معلش هقطع كلام حضرتك، معانا تليفونات ونرجع نواصل. معانا علي من المنيا. الو يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ علي. يا فندم اسال الدكتوره سؤال. اتفضل. انا عندي حاله ابن عم انا كفيف، هو وابنه مرض وراثي. ايوه. وعملنا كشف وعملنا تظلم ومنع عننا الشهريه القبض خالص. وايه؟ منع عننا القبض خالص. منعوا الشهريه. منعوا الشهريه. هيك كان عندك كارت يا استاذ علي واتوقف ولا لم تحصل عليه خالص؟ لا كان معايا الفيزا. طيب وحضرتك سالت وتظلمت وقلت ليه انا ليه اتمنع مني الكارت؟ قلت الكلام ده قوي، قالوا لي دي جايه من فوق من عند الحكومه، قلت الحكومه ما تعملش حاجه وحشه. لا يا فندم. طب اعمل لنا تظلم، عملت التظلم ورحت تاني. ايوه استاذ علي بس عايز اتفضل. اتفضل يا استاذ علي. قال طب روح ولما يجيك الجواب انا بعته لك على هنا. فكل ما تبع الجواب يقول لك التظلم تاني. لا بس ما قالكش حضرتك ليه اتوقفت؟ لا ما قاليش اتوقفت ليه. يعني ايه جاي من عند الحكومه او جاي من عند الوزاره؟ ايه السبب ان هو اتوقف؟ حضرتك بتشتغل عندك المسؤول عن الاسره دوت، هل مستواه اصل هو لو خد كارت يعني تحت خط الفقر ياخد منه بقى الكارت تاني يا استاذ نيفين؟ ما انا عشان كده بتسائل. طيب حضرتك سيب رقمك في الكنترول وهنرجع له تاني. يا ريت. استاذه هدى من القليوبيه. استاذه هدى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا اتصلت قبل كده اما قلت لحضرتك
ان انا جوزي ارزاقي بتاع محارب. ايوه انا فاكراكي، وكنت قلت للاستاذه نيفين في اول الحلقه ان احنا جالنا تليفونات كتير وانا مستضيفاها النهارده علشان فعلا نقدر نحل مشكلات. اتفضلي. ربنا يبارك لك. قولي لها المشكله تاني. اتفضلي يا استاذه هدى. ربنا يبارك لك. انا مقدمه من يجي سنه او سنه ونص، وجوزي بتاع محاره وقاعده في اوضه وصاله ومطبخ وحمام، ما عنديش اي حاجه تانية والله غير كده، ومعايا ثلاثه في المدارس. جوزك ايه؟ ارزقي بيشتغل بتاع محاره؟ بتاع محاره ارزاقي. اه. وقاعده في اوضه وصاله، وقدمت مرتين يقولوا لي اترفضتي عشان انت تحت حق الفقر ولا عجز الفقر. تحت خط الفقر. تظلم. اه عملت تظلم، ركبت المترو ونزلت محطه الجامعه عند استاذ علاء. ايوه. وقعدت اعيط من كتر المشوار وماشيه وشايله بنتي على كتفي، وبرده عملت تظلم وقدمت مره تاني برده ما جاليش اي حاجه. طب ايه هنا المشكله يا استاذه؟ بصي يا استاذه هدى، لو جوزك بتاع محاره في القليوبيه، يعني انا خليني اتكلم معاكي كاخت يعني واتشرف طبعا. لو جوزك بتاع عامل بتاع محاره وبتاع وبتوع المحاره، ما لو عمال المحاره كلهم ارزقيه وبيكسبوا كويس، والقليوبيه دي يعني مكان قريب من القاهره ومكان قريب من المباني، وبالذات الحندنه دلوقتي يعني طفره في المباني. بس هقول لحضرتك حاجه، يعني برضو هم ممكن يشتغل في شهر وشهر تاني يقعد، ما عندوش الدخل الثابت. واليوم بيوم فوق خط، مش انا بحاول شهر. اشوف هي ليه فوق خط، لو فوق خط الفقر بتقول انا قاعده في اوضه وصاله وحمام. اه لو هو بس كل المشكله ان هو جوزها بيشتغل بتاع محاره. لا هي مش عشان كده بس، بالمواصفات اللي بتقولها اوضه وصاله وحمام. آه. ولو قاعده في القليوبيه والاوضه وصاله وحمام مجهزين كويس وهو جوزها بتاع محاره، في ممكن في بلد تانية اقول هو فقير. آه. ممكن في بلد تانية اقول في ناس قاعده كلهم في اوضه وبتكون في، يعني لازم ادرس حالتها اكتر عشان اشوف هي اترفضت ليه. اصل هي ما خدتش كارت وتوقف، يعني الحاله اللي قبلها انا بالنسبه لي انا ده علامه استفهام. لو هي كفيفه، والكفيف عندنا بياخد اوتوماتيك يعني، لكن حاله هدى تخضع للدراسه، لازم ناخدها للدراسه، لان يعني لو هي بالمواصفات اللي بتقولها وجوزها ارزوقي، ما هو عامه اللي هتلاقي نص مصر بتشتغل شكل غير رسمي اللي هو بيقول يعني في دايما اعمال. طيب هدى سيبي رقمك في الكنترول برضو، سيبي إن شاء رقمها الله وانا اعيد دراسه حالتها وهبلغك يا استاذه جين، برضو حضرتك تقولي لها يا ريت. لا مفيش مشكله، لان هي كلمتنا اكتر من مره. لا احب يعني ادرس حالتها عن عمق، لان يعني حالتها مش واضحه قوي، الاولى واضحه صريحه. تمام. لكن هدى محتاجه ندرسها اكتر. نروح علي الزقازيق. الو الو، ازيك يا دكتوره؟ اهلا اهلا استاذ علي، اتفضل. منوره الدنيا انت والدكتوره نيفين. الله يخليك يا استاذ علي. وطبعا قدوتنا واسوتنا طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قال الدال على الخير كفاعله. اكيد. طبعا انا يعني شرفت مره قبل كده عملت مداخله مع الدكتوره نيفين كباج، كانت في مع ضيفتي الاعلامي اسامه كمال، وهي هكلمك بعد الهواء وللاسف ما كلمتنيش، فيعني انا بعاتب اختي الكبيره طبعا. لا الله يخليك، بس قولي على موضوع يا استاذ علي وانا اشوف معاك. هقول مشكلتين وربنا يكرمكم ويجعلكم سبب خير. اتفضل اتفضل استاذ علي، عشان لسه في ناس كتير وراك على التليفون. اتفضل. مشكلتين سريعا في 20 ثانيه كل مشكله. معاك. المشكله الاولى ان انا يعني في قريه ريفيه، فجارتي ست جوزها كان توفى بالفشل الكلوي. لما توفى بالفشل الكلوي وساب بنتين وولد، فالبنتين كبروا ولحد دلوقتي بيرفضوا الارسال. بيرفضوا الارسال ليه يا دكتوره جهان؟ لان ما عندهمش حد يجهز ليهم العفش بتاعهم او الادوات المنزليه. فبنلم من اهل القريه، لمينا مبلغ حوالي لحد دلوقتي 8000 جنيه. تمام. فمن خلال يعني انا ببعت رساله لاختي الكبيره والوزيره المحترمه وقالت لي بلغها سلامه دكتوره نيفين الدكتوره غاده واحد. الو؟ الخط اتقطع، كلمنا تاني يا استاذ علي. ارد عليه؟ اولا انت طبعا كده. اولا انا مش فاكره انه كلمني على حكايه الجهاز، لان الجهاز ده عندنا اولا جمعيات بتتعاون فيه بمنتهى البساطه، بشرط حاجه واحده ان يكون تتقدم يعني الصوره من كاتب الكتاب، يعني يكون العريس والعروسه كتبوا الكتاب بالفعل. لان كتير هو بيبقى يقول لك انا مخطوبه وهتجوز وبعدين يجهزوا وبعدين يقول لك ما تمتش وبعدين ياخدوها ويبيعوها وهكذا. فالجمعيات انا عايزه اقول يعني بسهوله جدا. بجد والله يعني كل الشكر والتقدير لجمعيات بتتعاون معانا، مجرد ما بتبعت لها
كتب كتاب او غارمات وعليها حكم او حاجه بتتعاون معانا. فالبنتين دول لو هم فعلا عندهم يدونا صوره او حاجه من كتب كتاب احنا مستعدين ندعمهم فورا، وبوعد بده على الهوا وبشتكيني يا استاذ علي لو ما نفذتش، لكن يقدموا صوره من كتب كتاب. طيب يا استاذ علي يا ريت تكتبوا الكتاب وبعد كده تتقدموا بصوره للاستاذه نيفين وهي مستعده لتقديم المساعده للبنتين. حسني من كفر الشيخ، الو. الو. ايوه اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره نيفين؟ اهلا وسهلا يا استاذ حسني. انا حسني ابراهيم حماده من كفر الشيخ. اهلا وسهلا، اتفضل قول مشكلتك استاذ حسني. كان معايا فيزا بتاعت تكافل وكرامه. ايوه. تكافل ولا كرامه؟ نعم. تكافل ولا كرامه؟ تكافل. اه. انا قبضت 3 شهور يا دكتوره، وبعد 3 شهور القبض اتقطع. فروحت اقبض من البريد بالفيزا قالوا لي ان انت مأمن. رحت جبت جواب من التامينات انني ماليش تامين، قالوا لي انت كنت فتحت صفحه سنة 96 شهر 3 من بدايته لنهايته. فادوني جواب انني ماليش تامين. ومفيش قبض وصلني لغايه النهارده، رحت عملت تظلم للست الوزيره. عملته امتى يا استاذ علي؟ يا استاذ حسني عملته امتى؟ يعني بقالي 4 شهور يا دكتور. يعني حضرتك كان عندك ملف تاميني واتقفل. هم جابوا لك ملف تاميني واتقفل. طب ايه السبب؟ قالوا له ايه السبب؟ ما هو لو عنده ملف تأميني يعني بيعمل. فهو لما جاب ورقه تثبت انه لا يعمل او ان هو يعني ممكن يكون بيعمل بس عماله لان احنا بنبعت تقصي برضه. ايوه. فلو هو ملف تأميني لما ثبتوا ان هو ملف تأميني يعني فوق ال 500، اي ملف تأميني. أيوة. لو عنده معاش 500 جنيه فاكثر، لو عنده ملف تأميني يعني صاحب عمل فوقفه له. اوكي. لكن لو حضرتك وقفت الملف او هو انت عارف ان الملف مقفول وليس لديك وظيفه، فمن حقك ان او عندك وظيفه بسيطه جدا وبالمقارنه بحالتك فممكن يرجع لك. بس هستأذنك برضو كلمني برضو عشان اتاكد انت ليه الكارت ما رجعش، او ممكن يكون رجع وحضرتك ما تعرفش. فهستأذنك كل شهر بروح البريد يا دكتوره. رحت اخر مره امتى يا استاذ علي؟ ان يوم 15 ابريل بتنزل صرفيه. فهستأذنك اسال الاول في الوحده وبعدين لو قالوا لك انه لسه يعني الكارت واقف هستأذنك انا هتصل بيك وهتاكد وصل لك ولا لا. اوكي. معانا استاذ حامد من كفر الزيات. الو. ايوه السلام عليكم يا دكتور جهان. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يديك الصحه وخليك يا دكتور جهان، والنبي ما تقطع عليه القطر. والله ما هقطع عليك، اتفضل قول لي مشكلتك. الله يكرمك، انا ضايق انا والدكتور حسن راتب قابلته، والله الله يكفيه شر البلاوي. اتفضل اتفضل. انا دلوقتي كنت بقبض من 15 سنه يا دكتور جهان. ايوه. وفجأة رحت جبت جواب من الضرايب، جواب من المرور، جواب من الضرايب العقارية وقدمتهم، هو القبض 450 جنيه. ها. مقدم مراتي معانا عيال، ثلاث عيال، تعليم عالي، وانا معايا الغضروب بقالي شهر كمان اهو، ومقدم لها ولسه بتقول لك الغربية لسه شهر 5. استاذ دانيفين. طب هو هيك بقى لك 15 سنه بتاخد والولاد كبروا بقوا تعليم عادي صح يا استاذ حامد؟ حضرتك يا دكتور نيفين، معايا واحده مخلصه دبلومه قاعده في الدار معايا اهي، والعيال تعليم عالي، ومقدم لها تظلم من شهر 1، وهنا بقول لك شيل غربيه شهر 5. طيب بص يا استاذ حسني، حضرتك بقى لك 15 سنه بتاخد دعم، انت بتاخد ضمان مش تكافل وكرامه. كنت باخد ضمان من ايام ما كانت ب 40 جنيه. ما انا معاك، انت كنت بتاخد ضمان لمده 15 سنه والبنات كبروا وبقوا تعليم عالي واخرهم في الدبلوم. انا معايا فيزا يعني عايز 15 سنه بيتلقى دعم. قالوا لي برنامج كهرباء كامل دي وانا مش عارف. طب قال لك قدم تاني يعني حضرتك انت ما بتشتغلش؟ ما بشتغلش حضرتك، ده عندي الغضروف وعندي 5 سنة قلتي فوق ال 5. فوق ال 5. حضرتك عندك كام سنه يا استاذ حامد؟ عنده 51 سنه و 150 جنيه يا دكتور دنيفين. طب انا مش عارفه هو ما قطعوه ليه، بس انا بتخيل. انا ما قطعتش يا دكتور الفين، انا معايا الفيزا بتاعتي باخد 450 جنيه. دي معلش يا استاذ حامد، وضح لي
انت دلوقتي حضرتك دخلاني في برنامج تكافل وكرامه وباخده ب 150 جنيه. فانت حولت من الضمان الاجتماعي لتكافل وكرامه. الله ينور عليك. عيالي بقى مش راضيين ياخدوهم البتاع دي البرنامج الجديد دي، عيالي في تعليم ومراتي عيانه اخرى قاعده. لا انا فهمت قصد حضرتك، هما التكافل لغايه سن 18 سنه. ايوه. بعد كده بعد 18 سنه بنتوسم ان الاسره هما بيتم دعم الاسره لغايه ما الاطفال يكبروا. فلو هو كان بياخد ضمان وتحول الى تكافل اول ما بنته كبرت وتخطت سن ال 18 وعنده اتنين تانيين تعليم عالي فخلاص. لان هو الدعم بيبقى زي ما قلنا، هو الحاج حمد وعنده 51 سنه. 51 سنه يعني عشان لو هو عندك لو حضرتك عندك غضروف وبتقول انك غير قادر على العمل لازم يجيب شهاده من الكوميسيون الطبي تقول انه غير قادر على العمل. انا عندي 52 وبشتغل الحمد لله. فلازم اتاكد منه هو فعلا غير قادر على العمل ولا لا. يعني لو جاب لحضرتك هذه الشهاده شهاده الكوميسيون الطبي، الكوميسيون الطبي ان هو فعلا عنده الغضروف او اي حاله لا اخرى مش مرضيه. الغضروف بس لان نص مصر عندها غضروف، اي حاله مرضيه هو غير الاطباء زائد بنعمل حاجه اسمها كشف طبي ووظائفي. بنشوف هو فعلا غير قادر على العمل ولا لا. لان احنا دلوقتي بنتيح قروض صغيره للسيدات، بنروح بنتيح قروض عمل مشروعات صغيره. 51 سنه ما زال قدامه لغايه حسن المعاش فتره، والبنات كبروا وتعلموا والدوله بس هو ما عندوش دخل دلوقتي يا استاذه نيفي. ما انا اقول لحضرتك، ما انت لو هنقول دوت يبقى نص مصر هتدخل في الدعم. لان لو انا عندي 51 سنه انا قوه منتجه. الا ان قال ما هو بيقول لي انا عيان ومراتي عيان. يعني انا لازم نتحقق من دوت. لان لو الثلاث بنات ما شاء الله او الثلاث ولاد كبروا وتعلموا تعليم عالي، اذا بقوا كمان يدروا دخل على الاسره. اكيد. فانا اللي بقوله ان لو واحد الاسره الدوله دعمته لمده 15 سنه، ف يعني لو هو قدامه فرصه عمل، وده اللي انا بقوله من الحمايه للانتاج. أي. الا لو هو اثبت ان هو غير قادر على العمل بسبب ظروف صحيه، فانا اعده ان هو ياخد الدعم. بس في الحاله دي مش هياخد تكافل ولا كرامه، لان هو يعني هياخد شكل ثاني من اشكال الدعم. تمام. معايا ليلى من القاهره. الو. الو. ايوه. مساء الخير دكتوره. مساء النور. اهلا استاذه ليلى، اتفضلي. حضرتك انا باختصار شديد عشان وقت الدكتوره ووقت حضرتك. اشكرك. لا يا فندم اتفضلي. انا قدمت على معاش التكافل والكرامه وما وصلنيش لغايه دلوقتي، وكلموني مرتين من مكتب دكتوره نيفين ومحدش، وانا محتاجه للدخل ده. هم وافقوا اساسا استاذه ليلى ان انت تحصلي عليه؟ ما اعرفش، انا قلت الاسباب وبلغت الرقم القومي بتاعي، وانا من محافظه القاهره من الظاهر. استاذه نيفين من الظاهر. معلش، هو هيك قدمتي على تكافل يا استاذه ليلى ولا كرامه؟ وحضرتك يعني انا كلمت حضرتك ورد عليا المكتب بتاع حضرتك، بلغت. لا انا مش هفتكر يا استاذه ليلى يعني كتير قوي، لكن طبعا اهلا وسهلا بيكي. المكتب رد عليها. لكن لا انا بس عايزه استفسر من حضرتك. حضرتك يعني عندك اولاد اطفال؟ هو انا لا اعول، بس انا اعول بنت في الدراسه في الاعداديه السنه دي. دي بنت يتيمه انا بربيها، بنت اخويا يعني، بعولها من عمر 40 يوم، هي وصلت الشهاده الاعداديه دلوقتي، فمسؤوله بكل مسؤولياتها، منهاش الا ربنا ثم انا. طب اللي حضرتك بتقوليه ان حضرتك لا يجوز عليكي ولا تكافل ولا كرامه. أيوة. يجوز عليكي ان اللي هياخد الدعم البنت اليتيمه. يعني احنا دلوقتي البنت دي كانت المساعده بتاعتها كانت 51 جنيه. ادرجناها فئه من فئات كرامه. هتاخد بدل ال 51 350 جنيه. فانا هستاذنك يا استاذه ليلى، يمكن حضرتك لما بتقدمي باسمك انت ما بتاخديش، لان في حالتك يعني غير مستوفاه الشروط بتاعه تكافل الكرامه. هي البنت الصغيره هي اللي هتحصل على الدعم بالظبط باسم البنت الصغيره. فاطمه من سوهاج. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. انا قبضي 300 ونص بتاع الشؤون. ايوه. ليلين يعني ما عملناش حاجه، واحنا نفرين يعني في الغلا ده ما عاملينش حاجه، يا ريت حتى يزودوني. على كده سؤال 300 ونص نفرين ما عملناش حاجه. انت حضرتك بتاخدي حاجة فاطمه مسنين ولا حضرتك وجوزك ولا حضرتك ومين؟ لا انا مطلقه. انت وبنت او ولد مش كده؟ بنت.
معاكي بنت في مدرسه؟ اه. طب بصي انا اقدر يعني نقدر نحاول نساعدها. البنت في سنه كام يا استاذه فاطمه؟ لا البنت في اولى جامعه. اه دي فوق السن، فوق 18. اه لا بصي هقول لك حاجه يا فاطمه، انت ال 350 جنيه ممكن يبقوا يعني يرتفعوا سنه، لكن انا بتكلم على انها هي وبنت واحده. أيوة. وبنتها في الجامعه. حضرتك ممكن تعرفي تعملي شغلانه، تفتحي مشروع، عندك بطاقه تموين؟ معايا بتاعت العيله. مش بطاقه لوحدك يعني انت وبنتك؟ انا وبنتي وولد. حضرتك متجوزه؟ بتقولي مطلقه مش كده؟ مطلقه. يعني عندك ولد كمان غير البنت؟ لا عند ابوه. عند والده. اه طيب بصي يا حاجه فاطمه، هي للاسف 350 ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان هم يبقوا 450، لكن هي لو اعتمدت عليهم بالكامل مش هيكفوا، لان هو اسمه دعم. يعني هي الدوله بتوفر جزء للمواطن على اساس ان المواطن يستكمل دوت. فلو الحاجه فاطمه وانا بقولها لحضرتك، لو حضرتك تحب تعمل مشروع، ساعات بندي بيربوا فراخ، بيربوا بتعمل مشروع صغير في البيت وبتدر بيه دخل، بتعمل بتخبز بيه عيش وبتبيعه، فده مع التموين مع الرعايه الصحيه بيوفر جزء. فحاجه فاطمه لو حضرتك عايزه تفتحي اي مشروع صغير اقدر نساعدك فيه بقرض، والقرض ميسر للغايه، فاحنا على الرحب والسعه. وفي كمان منحه، يعني لما بنلاقي الحاله الاقتصاديه ضعيفه جدا تعملوها بنوفر منحه للاسره. بحيث ان هي تقدر يعني وهي قاعده في البيت يبقى في دخل. لكن انا بشجع كل المواطنين يعني اخواتنا واخواتنا، ان لو انا عندي جزء من الطاقه مش ممكن هصحى من النوم وهفضل قاعد مستني ده ما بعملش حاجه خالص. فحتى لو بعمل حاجه صغيره بتجيب لي على ال 400 500 جنيه دول 500 او 1000 تانيين مع التموين، هقدر اتحرك شويه لقدام. لكن اي بعض الاعمال الصغيره ممكن بكسب بيها 10 20 في اليوم، بيعملوا لي 600 جنيه في الشهر جنب الدعم. لكن مش ممكن الدعم هيبقى مثلا 1000 او 1200 لكل مواطن، والا اصبحت كانه مرتب للشعب كله. اكيد. وهتجيبه منين كمان؟ معايا ام محمد من البحيره. ايوه حضرتك يا استاذه. اهلا وسهلا. جامده جدا. اهلا وسهلا. انا عندي جوز كفيف وبياخد 413. وعندي بنت وولد لسه صغيرين. وانا حاليا هدور على شغل ما لقاش. انا دورت شغل يناسب مع ظروف جوزي وبيتي ما لقيتش. وقاعدين في شقه بالايجار. وداخلين صعب جدا، وهو عنده ضمور في العصب في عينه، لانه كان اخوه برضه كفيف. ووالده كبير في السن، وما فيش اي دخل حالا ماديه يعني فوق السيفت، ولا عارفه نصرف على اولادي ولا اي حاجه. طب ام محمد ممكن اسالك سؤال بعد اذنك؟ اولا اهلا وسهلا بيكي وبحييكي. اكيد انت يعني بالله عليكي بالله عليكي اوقفي جنبي. لا يا حبيبتي بالعكس، ده انا بقول لك انا اللي بحييكي انك واقفه. يعني طبعا لما بيكون الزوج كفيف بيبقى فيه جهد مضاعف على طبعاً. الام طبعاً. فانا اولا بحييكي جدا، ويعني وواجب عليا ان احنا نقف. صدقيني والله واجب علينا ان احنا نقف جنبك. لكن انا بسال حضرتك، ال 413 دول ضمان اجتماعي؟ هيك ما قدمتيش انك تحدثي دوت لتكافل وكرامه؟ لان في الحاله دي ما كل ما بنروح اقول له ما فيش لك، ما مش دلوقتي مش شغال. انت في محافظه البحيره؟ طيب ممكن اخد رقم تليفونك اول لما اخلص؟ عشان برضو انا عايزه اعرف اولا مين اللي قال لك ما فيش. يعني يهمني جدا نعرف انت في انهي وحده ومين قال لك ما فيش، لان بيهمني المواطن بس بيهمني الموظف. بالظبط بالظبط. نمرة واحد. نمرة اتنين، اولا حضرتك لو هو بياخد هو كفيف ومستحق يبقى هو يستحق هو الواحد 450. اوكي. وهي وبناتها تستحق حوالي متوسط 500. فبدل ما هتاخد 413 هتاخد ما يقرب من 900. طب. من 900 ان ما كانش 1000. فانا هكلم حضرتك اول لما اخلص، وخلينا نشوف مع بعض، لان الزوجة اللي عندها ابن او بالذات زوج عنده اعاقة مش بسهوله انها تشتغل، وواجب علينا ان احنا نقف جنبها، خاصه انها ام فاضله وبتربي اطفال. فلا ليها كل الدعم والمسانده والتقدير يعني. بدر من اسيوط. الو يا فندم. اهلا. عليكم السلام. اتفضل. اكلم الدكتوره نفينا. اتفضل. اتفضل يا استاذ بدر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. حضرتك انا معايا ابن عمي معاه، كان عامل عمليه الغضروف واتعملت له عمليه في الشارع البعيد عنك.
حضرتك عمل تكافل وكرامه وصرف شهريا والكارت اتوقف حضرتك. اتوقف ليه يا استاذ بدر؟ رحنا حضرتك التامينات، رحنا فرع الجوصيه حضرتك اداره الجوصيه، قالوا مكتوب قدامه معاش عسكري بياخده من والده، بالرغم ان والده لا خدم لا في الجيش ولا في الداخليه ابدا. يبقى بيانات خاطئه ويجب ان يرجع له المعاش يا استاذ بدر. طيب حضرتك انا بكلمك ومعاك كارنيه معاقين حضرتك ومعاك كومسيون طبي. حضرتك قدمت تظلم انه توقف؟ قدمنا تظلم حضرتك بالنت كذا مره يعني وبعتناه على الوزاره. طيب اخر تظلم قدمته امتى بعد اذنك يا استاذ بدر؟ يمكن من 3 4 شهور يا دكتوره حضرتك. طيب خليني اكلم حضرتك اول ما اخلص. ده مكتوب له معاش عسكري فده ممكن يكون خطأ في بيان مش من عندنا، يكون جاي لنا من جهات اخرى. ايوه دي الحالات اللي بقول لحضرتك عليها لما بنتكلم على تجويد وعلى هل هي احنا واثقين منها في المية. لا عشان كده قلت لحضرتك في 98% ثقه، لكن في نسبه اللي ممكن يكون خطأ في بيان، زي انه مثلا يقول لي ان هو موجود في البلد بس يكون صاحب الدعم ده هاجر هجره غير شرعيه فمش مسجل في البيانات انه 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 سافر للعمل بالخارج، بيكون سافر الاردن سافر ايا كان. استاذ بدر انا هكلم حضرتك عناي حاضر وهشوف لحضرتك هو ليه وقف. اخر تليفون وانا بعتذر لكل الناس اللي عايزه توصل للاستاذه نيفين، طبعا معانا تليفونات كتير جدا. لا هستاذنك لو في اي حالات لاحقه لو تاخدوها، ويعني احنا انا بعمل كده مع اكثر من برنامج، فدايما لو في حالات اهلا وسهلا بالحالات اللي بتيجي. شاكرين جدا لسعاد صدر حضرتك وجزاك الله كل خير طبعا على مساعدتهم. اخر تليفون محمد من البحيره. الو. الو السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، اتفضل. انا بنمس على الاستاذه الفاضله بصراحه، يعني مش كذا لقاء وهي بتحل مشاكل الناس الغلابه، بتحاول طبعا بقدر الامكان. الله يخليك وبعتذر على اي تقصير والله. اولا يعني الله يخليك، البرنامج بتاعكم اللي هو بيجيبها وبتحل مشاكل الناس. الله يخليك يا استاذ محمد. بس التكافل كان بس ب 400 جنيه حضرتك، ودلوقتي الشهر ده نقصوه 25 جنيه، وانا كنت مقدم اللي هي تكافل وكرامه بقالي سنتين لحد دلوقتي. فلحد دلوقتي انا كنت مقدم ورق ابني مع الملف بتاعي، فجه ابني الفيزا وما جاتليش انا، وانا ما عنديش شغل ولا عندي اي حاجه. طيب اسالك بحاجه يا حاج محمد، لا مش عارف، يقولوا لي الشهر الجاي في الاسبوع الجاي في الشهر الجاي، فمش عارف نعمل ايه بالظبط حضرتك. طب اسال حضرتك حاجه، هو ابن حضرتك ربنا يديله الصحه سنه قد ايه؟ عنده 23 سنه حضرتك. طب هو بياخد فيزا ايه؟ بياخد عشان عنده 5% عجز، عنده عين ما بيشوفش بيها حضرتك. بياخد كرامه. بياخد كرامه حضرتك. طيب اول لما قدمت لحضرتك لوحدك والولد لوحده ولا قدمت لابنك بس؟ لا كنت حاطه معايا في الملف حضرتك. قدمت الملف ملف واحد بتاع ابنك. ايوه حضرتك. ايوه. طيب انت اولا يعني ان شاء الله تكون مشكلتك محلوله يا حاج محمد، لان لو ابنه بياخد كرامه ايوه اللي بيحصل ان هو دلوقتي اول لما بيتقدمه بيتقدم بحاله، وبعدين بعد ما بياخد الحاله بيجي بيقول انا عايز اخد مثلا تكافل، او ما بيتقدمش ما بيحصلش دراسه كامله للاسره، او هو بيقول انا بقدم لابني على انه عنده اعاقه. ايوه. نسبه الاعاقه اعلى من نسبه يعني كرامه، خط الفقر بتاعها احنا اعلى من تكافل. ايوه. يعني نفس خط الفقر، لو اسره ممكن ما تاخدهاش، لو كرامه هتاخدها، لان بنتجاوز بندي كمان بنعلي خط الفقر لذوي الاعاقه والمسنين، لان يعني مش هيقدروا يشتغلوا ولا يحصلوا على اي دخل. بالظبط. فانا مش عارفه هل هو خط الفقر بتاعه عالي شويه وعشان كده ابنه اللي خده وهو لا، ولا هو يعني انا بقول لحضرتك يا استاذه نيفين في مشكله في الموظف اللي بيستقبل الطلبات، هل الموظف مش فاهم او ليه بيعطل او يعني لا هو في مشكله في الموظفين نفسهم، في جزء في الموظف في جزء في المواطن، ان المواطن ممكن يكون يعني اولا هم المواطنين طيبين جدا وفي اللي بيتقدموا اكثرهم طبعا، لكن في نسبه طيبه بس شريره شويه اللي بتدي معلومات غلط اللي بتدي معلومات غلط اللي بتستغلط لكن بالنسبه لمواطنين طيبين جدا ممكن يكونوا يعني هم مش قادرين ينقلوا صورة كويس، والموظف كمان يعني موظف مهما كان متعاون، بس الموظف في قرية
في وحده، يعني ممكن احيانا يخونوا فهم الموضوع. اه مع الوقت يعني عملنا طفره دلوقتي، يعني الاول ما كانش على فكره. وعليك لما بيمسك التابلت دلوقتي لما ببص لهم ماسكين التابلت بيشتغلوا بيه، والله العظيم بحس بفخر شديد ان هو قدر يعمل الفجوه دي، يعني يغطي الفجوه دي في هذا الوقت القصير. تمام. لكن يعني انا بقول صبرا آل ياسر على المواطن وعلى الموظف، وقد احنا يعني شويه بنحاول هنا وهنا ان احنا نازلين بحمله اعلاميه مكثفه اكتر واكتر عشان نوضح بيانات كثيره للمواطنين. بالظبط، لازم البيانات والشروط تبقى واضحه لكل من المواطن والموظف. بالظبط، نازلين بمسلسل اذاعي 30 حلقه، كل حلقه 5 دقائق. أيه. بتعرف المواطن حاجه شكل، والتدريب ل 10,000 اكتر من 10,000 موظف. ف يعني ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، وان نكون يعني يكون لينا وليس علينا يعني. لكن طبعا يعني الواحد مش بس بيعتذر لاي حاله ممكن تكون تستحق وما خدتش، وبيستغفر ربنا عليها لان هنتحاسب عليها في الدنيا وفي الاخره. أيوة. لكن اتمنى ان احنا يعني اللي اقدر اقوله ان زمايلي واحنا بنبذل قصارى جهدنا، ولو في اي تقصير اكيد مش هنتهاون فيه. اكيد ان شاء الله. اختم مع حضرتك بشهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين مشاهدينا على الابواب، الشهر الكريم والوزاره مستعده لاستقبال هذا الشهر، وانا سامع ان انتم بتقدموا دعم في من خلال هذا الشهر، كلمينا عنه. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين طيبة. والمشاهدين وشعب مصر كله بخير، ويعني يكون فيه بركات ونفحات يا شهر رب رمضان. امين ان شاء الله. اولا يعني احنا يمكن في بقالنا ده العام الثالث اللي بنعمل فيه مبادره مع الجمعيات الاهليه، اكثر من 30 جمعيه. أيوة. واكثر من 10 جهات قطاع خاص بما يسمى شهر الخير. وشهر الخير الوزاره بتقوم بيه بدور تنسيق ما بين الجهات اللي بتقدم منتجات غذائية زي كرتونة رمضان، مائدة الرحمن، إفطار قرية، وجبات كل ساخنة. كل القرى أستاذة نيفين هتبقى؟ لا مش كل القرى طبعا، هو يمكن أنا يعني هقول لحضرتك بالظبط ده منتجات غذائية فقط. في بعد كده بقى يعني خدمات صحية من أول عمليات قلب لعمليات إعادة إبصار لزراعة قوقعة، كان في السنين اللي فات كمان فيروس سي أو أدوية، في خدمات اجتماعية بتتلخص في وصلة مية أو كساء لأسر أو تقديم أدوية أو رفع كفاءة منزل أو تسديد ديون غارمات، وبنختمها بالخدمات الاقتصادية اللي هو بيوفر أصول منتجة زي يديله جاموسة عشرة أو يديله مكنة أو نول كبير الأسر بتتكسب منه. كل ده بيتم بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، ويمكن عايزة أقول مستشفيات كمان بتقدم دعم. إحنا بننسق ده كله فيما يسمى بخريطة الخير، وبنقول حضرتك سألتي هل كل القرى؟ طبعا في مناطق غنية وفي مناطق فقيرة جدا ومتواضعة. أيوة. احنا بنركز على الفقير والمتواضع وبعدين نرفع للأعلى. صحيح. فبنقدر نشوف من الخريطة مثلا، نقول مثلا مصر الخير او الأرمان او رسالة او بنك الطعام او انا مصري مصطفى محمود ايا كان، انت هتوزع فين؟ وبنقول لهم الأسر الفقيرة قوي في المناطق دي، طب مين هيوزع فين؟ بحيث ان احنا نضمن ان الأسر المناطق دي استكفت، وان ما يحصلش تخمة في بعض المناطق وفراغ في مناطق اخرى. او ممكن اقول يا جماعة في مثلا مرضى الجزام او الارامل ومطلقات، دول ليهم اولوية، فنبتدي نجيبهم من قواعد بياناتنا وقواعد بيانات الجمعيات. أيوة. ان دول عايزين احنا نستهدفهم، اللي هم الاولى بالرعاية زي ما انتم بتقولوا. فاحنا بنقوم طبعاً بتنظيم وتنسيق وتنظيم وتنسيق الجهود علشان نقدر نضمن ان القرى الى حد ما يعني بنغطيها بقدر كافي. يمكن السنه اللي فاتت التوزيع تخطى 6 مليون كرتونه غذاء، يعني لو احنا قلنا الاسر الفقيره ما يقرب من 5 مليون وشويه، فاحنا تخطينا دوت. ده غير الحاجات بقى الفرديه. يعني احنا السنه دي كمان بنعمل زي تطبيق على الويب سايت ان شاء الله، فمش بس ال 30 جمعيه دول، فجمعيات تانية هتدخل اكتر. واحنا بنشجع الجمعيات انها تسجل معانا البيانات دي، لان كل ما سجلنا بيانات ديت بالذات بالارقام القوميه للاسر، كل ما ضمننا ان المناطق حصلت فيها اكتفاء، وان الاسر لم يعني في بعض الاسر فعلا الفقيره وفي اسر مرتزقه زي اي نوع من انواع المساعده. أيوة. فده هيخلينا نضمن
ان الدعم في عداله اجتماعيه في توزيع يعني خدمات شهر رمضان ومنتجاته، وان شاء الله يعني بنجود كل سنه اكتر من الثانيه، ونعد الاسر ان السنه دي كمان نكون يعني اكثر عداله عما قبل واكثر جوده وسرعه في اداء الخدمه. استاذه نيفين، سعدت بوجود حضرتك معايا النهارده وبالحوار معاكي، وبشكرك طبعا على محاولتك بكل امكانياتك ان انت تحلي اكبر قدر من المشكلات. ربنا يعينك. وانا بستاذن حضرتك لو في حد عنده مشكله هيبعتها ل 90 دقيقه واحنا هنتواصل مع حضرتك. وامركم بقى يعني يشرفني دايما. بشكرك جدا، وتوعدينا طبعا بزيارات اخرى لينا لان ده هيفيد ناس كتير قوي. ده انا اللي يعني اتشرف بوجودي معاكم، ودايما يعني من نجاح لنجاح ان شاء الله. شكرا يا فندم. في النهايه مشاهدينا بشكر الاستاذه نيفين القباج مساعد اول وزيره التضامن الاجتماعي للحمايه الاجتماعيه. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، انتظروني بكره وحلقه جديده 90 دقيقه. تصبحوا على خير.